الخلافات القوية بين الأحزاب وعدم تفكيرها بالهوية الوطنية ودخولها بصراعات مصالح وبصراعات بالنيابة عن دول أخرى أزم الأمور أكثر من لازم، وبذلك تعرضت اليمن لهزات وأزمات استفحلت بمرور الزمن. نتمنى الأخوان من الشعب اليمني الشقيق الموفقية، هم أبناء، هم معدن العروبة، هم العرب اللي أصلهم عدنانيين قحطانيين، فالعدنانيين هم القحطانيين هم من عندهم أو العدنانيين، فممكن أنه هؤلاء كانوا الهجرة من اليمن ومن الأراضي الخليج السعودية إلى العراق وبلاد الشام ومصر، فبذلك هم الأصل، هم المعدن العربي. نتمنى لهم الموفقية والخير وأن يحلوا مشاكلهم بطريقة جيدة، يفكرون بشعبهم بالدرجة الأولى قبل أن يفكرون بالهويات الفرعية أو المشاكل أو المصالح الذاتية، ومن الله التوفيق إن شاء الله. إذا رجعت اليمن اليوم مثل ما كانت، راح يرجع الاقتصاد ويعم السلام داخل البلاد وتعود المحبة وتعود إلى الحضن العربي، ونتمنى أنه من الدول المؤثرة على اليمن بسبب الحروب أنه أن ترفع إيدها، نطالب بالسلام. اليمن هي جزء وطني وجزء من الخريطة العربية، نتمنى عودة اليمن إلى المنطقة كي ترجع الصناعة وترجع الزراعة وترجع الموارد المائية، ويستحقون الشعب اليمني، وألف تحية لهم من بلاد الرافدين. يعني حقيقة اليوم أي صراع سواء كان عسكري اقتصادي سياسي داخل أي دولة معينة ممكن أنه يؤثر تأثيرات سلبية على المجتمع في داخل الدولة، ولا سيما كدولة عريقة مثل اليمن قديمة بتاريخها وتراثها وأيضا أصالتها وعروبتها، بالتالي أكيد راح ينعكس على بقية الدول المجاورة لها. فبالتالي اليوم في الوطن العربي بصورة عامة الجميع من العرب يتمنون أن لا تحدث صراعات داخلية في داخل المجتمعات الدولية لا سيما العربية وخصوصا اليمن. ما شاهدناه في السنوات الماضية من صراعات سواء كانت سياسية أو حتى عسكرية وصلت في بعض الأحيان داخل اليمن، ممكن أنه تكون تأثيراتها انعكست بشكل مباشر على المواطن اليمني الشقيق، وأيضا انعكست تأثيراتها على بقية المجتمعات، تأثيرات حتى وإن كانت غير اقتصادية غير سياسية قد تكون نفسية، وبالتالي هذه الانعكاسات ممكن أنه تكون لها تأثيرات مستقبلية على الأجيال القادمة. يعني اليوم نتحدث عن اليمن، عندما نقول أنه اليوم اليمن هي البلد الأكثر أصالة والأقدم ما بين دول العالم، فبالتالي هي من الدول التي يحتذى بتاريخها وأصالتها. أيضا السلام اليوم مطلوب في جميع الدول العربية لا سيما نتحدث عن اليمن، مطلوب السلام فيها من أجل الازدهار، من أجل الثقافة، من أجل المضي بالاقتصاد، لا سيما أنه اليمن تتمتع بموقع جغرافي مهم جدا، وأيضا لديها ما لديها من إمكانيات ممكن أن تؤثر على الاقتصاد العربي بصورة عامة والاقتصاد العالمي على أكثر عامية، خصوصا أنه في هذه المرحلة اللي احنا نعيشها ممكن أن احنا اليوم لسنا بحاجة إلى ربيع عربي ولا خريف مغربي ولا غيرها من هذه المسميات، اليوم نحن بحاجة إلى سلام أكثر من قبل، وبالتالي هي اليمن إذا ما تب السلام بداخل مدنها وبداخل أيضا عملياتها السياسية أكيد راح تمضي قدما باتجاه الازدهار الاقتصادي والازدهار السياسي. أيضا موقعها في جامعة الدول العربية مهم جدا، رأيها أيضا هو مهم جدا في جميع المحافل، وبالتالي عودتها إلى الاستقرار السياسي والأمني وأيضا نشر السلام في ربوع مدنها أكيد راح ينعكس تأثيرات على بقية دول العالم. نحن في العراق كعراقيين قلوبنا مع شعبنا في اليمن، وأيضا نتمنى أن يعودوا كما كانوا وأفضل، على اعتبار أنه اليمن والعراق دولتان شقيقتان لا يفترقان لا في السراء ولا في الضراء.